ما تسيبش اخواتك يا ابني. هو انا اقدر اسيبهم؟ فاكر الحمام يا بابا؟ فاكر الحمام لما كنا بنقعد نطيرهم فوق السطوح وكنت بتقولي هيرجع وكان دايما بيرجع؟ فاكر؟ اليوم ده يا بابا كنت انت لابس جلابيه بيضه، كنت منور، واديتك شريحه عشان تطمن عليا، فاكر؟ هي فين؟ الشريحه. ما هي الشريحه لازم ترجع، يعني الشريحه لازم ترجع. في الدولاب؟ رجع شريحة الاتصالات القديمة وهيجي لك 1000 جنيه رصيد تعمل بيهم اللي انت عايزه. اتصالات كل يوم جديد.